السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بالأحباب تونا في المكان. احنا الله يبارك فيك الله يحفظك. هاد الخيرات احنا في خميس سيدي الحجاج ولاد مراح اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الفينات الخطرات والمنيارات من خطرات نذكروا المملكة المغربية والخيرات اللي فيها قاعة الحباب تاعنا هنا في سيدي الحجاج بولاد مراح بريمستات كما تشوفوا. هاد الخيرات تبارك الله نوريو الجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. عيالات رجال بنات ولاد أهلا بكم جميعا. كي تشوفوا الخيرات بدينا عندو الفقير هو اللي يقول هنايا سيدي حجاج بولا تمراح الخيرات تبارك الله الغنم يكملها بقى عندو غير البكري. كي تشوفوا معاه كي داير اسير شحال بعتي اللحم اليوم ولد الفقير؟ 1200 كما تيقول سيدي حجاج ضروبه زينه وصغيره وكما تشوفوا اللحمه حمراء وزينه. نوريوها للحباب تاعنا في المكان وداخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا كي تشوفوا الخيرات. حبابنا كلهم هذوما سيدي حجاج ولاد مراح. تبارك الله على السي احمد بخير ناصر لاباس عليك. شحال هالخيرات تبارك الله؟ 1200 باش تبيع احمد هنا في سيدي حجاج بولاد مراح. الخيرات تبارك الله موجوده كي تشوفوا معنا هذا كل شيء. احبابنا هنا في سيدي حجاج بولاد مراح الخيرات موجوده هنايا هذو كلهم احباب تاعنا تبارك الله. الخيرات تاع اللحم الاحمر كي تشوفوا معنا هنا في سيدي حجاج. اهلا السلام عليكم كي داير بخير؟ انا معاك يا خويا انا معاك ياك بخير لاباس عليكم الله يحفظكم. عارفين اش كاين وعارفين الله يحفظك شكرا لك ياك بخير الله يحفظك. ناشط شحال بعتوا اليوم هاد؟ عرفت اللحمه حمراء وزينه كي تشوفوا في سيدي حجاج ولاد مراح. وبقاو عندكم الدواره بعتوا اللحم؟ الله يسليكم. والغلمين بشحال بعتوا الغلمين؟ 11 تبارك الله حولي زينه تبارك الله 1100 تبارك الله شي حاجه مليحه وزينه كي شفتوا. كي دايرت؟ بخير ناشط لاباس عليك. بشحال الخيرات اليوم؟ 60 درهم لاصقين فيها. بشحال تقريبا تقابل اليوم تقريبا؟ قريب 60 درهم. 11 وشويه هذا اللي كان. هذا في خميس سيدي حجاج ولاد مراح قريب السطات تتقام اما 11 وشويه اما 11 قل شويه ياك هاتيني كيما تيقولوا احبابنا اللي في اكادير وفي مدن اخرى في المملكه المغربيه تيقولوا قناه زيتون مرجان والحريفيه 120 تبارك الله على الشريف. الله يسليكم الجاب الله يحفظكم جميعا الاحباب تاعنا هنا في سيدي حجاج بولاد مراح والخيرات موجوده تبارك الله. الله يسلمك وراه الدين وحجاج ياك حجاج كزار في الدار بيدا في الغلمي ياك يا سيدي عرفتو ياك عرفت كما تنشوفوا هاد الحباب تاعنا في سيدي حجاج بولاد مراح. قول يا راه الدين اش بغيتي تقول؟ الحيمات تبارك الله الزاوية حيمات 60 درهم تبارك الله. اللحمة حمراء وزينة هنا بسيدي الحجاج ولاد مراح الخيرات ديما تياخذوا عندك السي راه الدين تبارك الله. الخيرات موجودة بسيدي الحجاج ولاد مراح. تا حجاج خوك راه تصور معاك وهاد الناس وهذا الصديق تاعنا عنده غير الغلمي وحدها ياك. بشحال هاد الخيرات بعتي لي؟ 60 55 كما تيقول هاد الصديق تاعنا في سيدي حجاج بولاد مراح. هادو كاع حبابنا هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح تعير ما والو احنا سيدي ها ياك ياك. بشحال اليوم كان تقريبا؟ ياك كان عندكم السوق غالي واخا ضروبات؟
تبارك الله كي تشوفوا هذا تبقى عنده الحانوت سيدي حجاج في لاكار سيدي حجاج ولاد مراه. هذا بين واعر هذا. كلشي مزيان الله يرضي عليك على كلشي مزيان الله يرضي عليك. كاين اللي ما صابش بطاطا ياكلها والخيرات موجوده في المملكه المغربيه كثيره الحمد لله. كاين اللي جا عنده ضيفتي شد لي رانديفو والخيرات هنا في المغرب موجوده الحمد لله ياك سيدي ولله الحمد والشكر. شكرا لك. وكي تشوفوا تا واحد غادي يدير ليه حالو تتبع ليه كنبيعو 12 ولا اخويا ما بقيت نجي عندك صورتك زوج خطرات فرحمة الغنم وفرحمة الجزيرة. كانوا هادو احبابنا في سيد حجاج بولاد مراح الجزيرة كلهم احبابنا كلنا نعرفوا والديهم ونعرفوهم قديم ماشي غير دابا والخيرات موجودة كي تشوفوا ديما تمشي لي هادي من الاحباب تونا تبارك الله. واخا تركم مع حسن وعبد الرحيم خوه ولا اسمه كيما تشوفوا تبارك الله ضربة زينة تبارك الله خيط ياك عارف عارف باقا ترتاع تبارك الله واللحمه زينه بشحال حسن خويا باش 60 درهم اخويا 60 درهم 60 درهم واللحمه حمراء وزينه كي تشوفوا عند حسن هنا سيدي حجاج ولا تمرح شحال تقريبا باش تقام اخويا كله رزق كله رزق فعلا كله رزق شحال تقريبا باش 11 قال 15 قال 20 11 قال 10 ما مقاش السلعه حيت كاينين الناس تشكاو من قناه الزيتون المرجان تنوريهم الثمن باش يتقام على الجزيره وباش يتقام عليهم ب 13 100 و 13 و20 كما قال الحاج ابراهيم في قادير تماما. كاين اخويا كاين السلوع اللي كتباع كاين السلعه فيها الشحمه طيحة باب شحمه وهذه ما فيهاش الشحمه بزاف ها؟ ما فيهاش ما فيهاش الشحمه تسمى بلجيكيه بلجيكيه كما قال عبد الرحيم وحسن قال لك بلجيكيه تبارك الله هنايا تقامت ب 11 ولا 11 قال 20 ولا 11 قال 10 واللحمه حمراء كي تشوفوا تبارك الله ديروا 1200 باش غادي اييه حيت شكاو شحال من دابا بيقعوا شريت يشريوا الجزاره في مدن اخرى في المملكه تشاهدوا قناه الزيتون المرجان تنقول لهم اللحم تيتقام هذا اللي كان كان اللحم 11 وشويه 11 واش 11 قلال باش طيح باش يطيح احنا ماشي على البيع احنا انت باش يتقام حيت تقام عليهم ب 11 ب 13 و20 في بلايص اخرى منطقات اخرين كما تشوفوا الخيرات موجوده هنايا في 10 ما سلكناش عند الحباب تاعنا عبد القادر الحاج عبد القادر وولده هاد الصديق تاعنا وكان هاد السيد من الشلابه البيضاء كان تيخدم غير الغلمي ما تيخدمش البكري وهذا ولده تيخدم الغلمي والبكري كي تشوفوا في سيدي حجاج بولاد مراه هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا الخيرات موجوده في خميس ولاد مراه سيدي حجاج تبارك الله بشحال بعتي يا سي؟ 20 درهم سي مرجان اللحمه حمراء والمليح بعتي مغربيه ما عندنا بلجيكيه خويا ياك تبارك الله الحاج عبد القادر وولدوك ناس مخيرين وقدام هنايا سيدي حجاج بولاد مراح الجزار هذا القديم تبارك الله على سي حسان تحياتي كاع لعباد تونا بشحال بعتي؟ 12 100 فكركلا شو كاين راك كتب اللحمه سي مرجان وهاد الغلمي شحال؟ اسمع 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 الاخ ديالنا ديما كتبارطاجي الفيديو ديالك هذا شكرا لك يا صديقي شكرا ها هو تا هو معنا تا هو معنا تا هو كلشي احباب تونا اخويا انا في التعليقات عندك سي مرجان لقيت شي تعليقات كيسولوا على الدواره اخويا مرجان بالنسبه للدواره على حساب الحجم ديالها اذا كانت كبيره كاين 3600 وكاين حتى 80 درهم 90 درهم 100 درهم على حساب الحجم ديالها 2400 2200 على حساب لقيتي شي تعليق كاين لا كيسولوا على الدواره اياك تحياتي لك وتحياتي لبوك والعائله تاعتكم جميعا ولا احباب تونا في المكان الله يسليكم هذا حجاج المنتخب تا هو
ما نعاودوش الهضره كما تشوفوا. الخيرات تبارك الله في سيدي حجاج بولاد مراح، الخيرات تبارك الله. هذا تقعدوا الحانوت في لاكار سيدي حجاج ولاد مراح قليل سطات كما تشوفوا. الخيرات تبارك الله موجوده هنايا تبارك الله. غادي مازال تا هو غنسولوه شحال قامت عليه هاد الدروبه. الدروبه كانت مليحه كي تشوفوا الفخ تاعها كي داير تبارك الله. دروبه قليده وزينه كي تشوفوا تبارك الله على سي حجاج بخير كما تشوفوا. هادو الماعز والبقري كي تشوفوا تبارك الله. الدروبه مليحه تبارك الله. عجبتك؟ ديما انت يا خويا عندك هذا حجاج؟ ديما ديما على الحجاج. تتقد عندو في الحانوت ولا هنا؟ في الحانوت وهنا في الحانوت. كان الوالد عاد الله يرحمه. الله يرحم كما قال المنتخب. الخيرات موجوده تبارك الله هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح. اللحمه تاع الكفته كما تشوفوا والماعز تبارك الله كي تشوفوا. هاد الخيرات هنايا تاع الماعز راه داعي تبارك الله. بشحال سي حجاج بعتي اليوم؟ قيمات اخويا الماعز 1300. اجاه؟ والبقريه 1200. 1200 تبارك الله. وي 1200 باش تقام. 1100 باش تقام عليك اللحم. 1100 باش تقام عليه. هاد شوفوا هاد الرجله كيفاش تيقولوا حبابنا الزيتون المرجان كما تشوفوا. هاد الخيرات تبارك الله هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح. تبارك الله الحاج احمد والغلمي والبقري. هاد الحاج احمد الضرافات تاع راجل مخير والحاج وعزام معروف هنا في سيدي حجاج بولاد مراح. شحال الغلمي اليوم؟ والبقري؟ انت مضروب على 1200. الله يسهل لك. هذا سيدي انا دابا تنصور فيكم انتم. ها انت بوزكري ها انت وليدي ديالك ساكت. ها انت وليدي هادو احبابنا تا هما قادمين ماشي عاد تنعرفهم. تنعرفهم من القديم ماشي غير دابا. الخيرات تبارك الله تا هو عندو اللحمه حمراء واللحمه زينه وهاد الدروبه تبارك الله. شحال تقريبا تقام عليكم اللحم؟ انا اللحم شي 55 وشي حاجه 55 هذه 56 باش تقام. كما تشوفوا هذا الرجل وبشحال تتبيع؟ 60 درهم. الله يسهلك.